البرتغال تلاقي المغرب في افتتاح مواجهات يوم الأربعاء 20 من شهر يونيو الجاري. وكانت البرتغال قد تعادلت أمام أسبانيا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بنتيجة 3 أهداف لمثلها. وستقام المباراة عند 3:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وفي ثاني لقاءات اليوم من المجموعة الأولى، السعودية في اختبار صعب ضد الأوروغواي، حيث خسرت السعودية أولى مواجهاتها أمام المستضيف الروسي بنتيجة 5 أهداف للا شيء، فيما تغلبت الأوروغواي على مصر بهدف وحيد. وستلعب المواجهة عند 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وتختتم مباريات اليوم الأربعاء بلقاء يجمع إيران ضد أسبانيا. وتتصدر إيران ترتيب المجموعة الثالثة بعد الانتصار على المغرب بنتيجة 1-0، ويبدأ اللقاء عند 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.